يملك خيال خصب جدا في استيعاب الأعمال التي تقدم له من ملحنين آخرين، ويتمتع بسرعة الاستيعاب وصبغة زيدان إبراهيم في كل الأعمال التي تقدم له. ويمكن يعني أغنية إذا الخاطر هي تقريبا من آخر الأعمال اللي قدمت له من الملحن أبو داود رحمه الله. أنا حقيقة سمحت عن يعني مطربين آخرين وسمحت عن زيدان، فسماع عن زيدان كأن الملحن زيدان، وده بدل على يعني كمية الخيال الخصب وكمية وقوة المؤدي في إنه يفرض أسلوبه على الأعمال التي تقدم له من ملحنين آخرين. إضافة لإنه يعني كل الأعمال الناجحة أو معظمها هي كانت من ألحان الفنان أو العندليب الأسمر زيدان إبراهيم. زيدان زي الشعب السوداني بيجي ضالته في 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 أغنيات زيدان، حتى في بدايات زيدان، حتى في بدايات زيدان لما يختار كان بدأ مغلدا كان يختار الأغاني ذات الطابع الحزينة، يعني اختار مثلا يا خاين إبراهيم عوض في بداياته، أبو عيون كحيلة في بداياته، غنى بيني وبينك والأيام أغنية برضو في حزينة، في كل يعني كانوا هذا ما الطريق اختاره زيدان، حتى في الأغنيات العربية اللي اختارها لرايات إبراهيم ناجي الوداع، داوي ناري والتياعي وتمهل في وداعي، لما نختار لعباس محمود العقاد بعد عام كاض يمضي العام يا حلو التفني، أو تولى ما اقتربنا منك إلا بالتملي ليس إلا، في أغنيات هلاوي ما أظن عود يا فراش ليزوني ساني وخان، في أغنية كباشة حسونة جار الزمن بيننا وأيامنا خانتنا، فكل الأغاني كل الأغاني موال الليل أغنية التجاني حاج موسى كلها فيها الحزن، أو أغواني جحفر عمر فضل المولى جحفر فضل المولى سوري معاك قريد عمر السنين أفرف طريقك بالورود عمري ما فكرت إنك في يوم حتخلف الوعود لكني ما فاقد الأمل يمكن تحير ترجع تعود، فهي كل الأغاني بتدور في المنحة بتاعتها. هو كان فنان لكل الأجيال، والدليل على ذلك تنوعه في اختيار الأعمال من مختلف الملحنين، إضافة لتقديم أعمال من خلال ألحانه هو، أيضا حرصه شديد جدا على إنه يعني يكون موجود في الأجهزة الإعلامية ويوثق أعماله. زيدان تقريبا كل أعماله يعني موثقة لو كان في الأجهزة المرئية أو المسموعة. وأنا أذكر في الإذاعة يعني كان بيحضر يعني في فرقة الإذاعة فترة 2006-2007 اتكونت فرقة موسيقية في الإذاعة، وكان خلال الفترة المفتوحة بتتقدم يعني الفنان بيحضر بنفسه بيقدم يعني أعماله من خلال بعد إجراء البروفات، فكان زيدان حريص جدا على أساس إنه يجي في الوقت المحدد للبروفة، وكان حريص جدا على أساس إنه يعني على أدق التفاصيل إنه ينفذها. تعدد علاقات زيدان الفنية حدود المحلية لتصل إلى كل الوطن العربي، وجمعته علائق طيبة بالفنانين العرب. وياكم محمد مرشد، عازف آلة الساكسفون ومدير مسرح أبوظبي وممثل في تلفزيونات أبوظبي، وأنا سعيد بصراحة بوجود قناة الشروق في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذه بلدهم الثانية طبعا. ويعني أكلمكم عن صداقتي بالشخص العزيز على قلبي الأستاذ الفنان زيدان الله يرحمه ويغمض روحه لينا. هذا الرجل يعني تلاقيت في دولة الإمارات في منطقة في العين، صعقت أن هالفنان العظيم
انه متواجد في مكان كنت انا احب ان اسمع اغانيه، لانه عنده اسلوب ما شاء الله عليه، اسلوب وصل احساسه لقلبي بطريقه غير مباشره يعني. ويالسنا تكلمنا مع بعض، وكان اربع ايام يالس في العين، في منطقه العين، كان جولنا في الدولة وتمشينا في مناطق العين، وكان سعيد جدا يعني ان انا كنت يعني اصاحب صديق مثل هذا الصديق الفنان العظيم زيدان. يعني كان لي اسلوب يعني غير عن اي فنان يعني ولا اي مطرب، لانه كان هو يغني من قلبه ويغني بروحه ويعني باحساسه المرهف يعني.